صباح الفل صباح الفل صباح الفل. جيت اشوف حاجه في السوبر ماركت ونتمشى شويه ويبقى يوم حلو. انا بكلمكم وانا في السوبر ماركت بتفرج على الحاجات. والله كريم صباح الفل. بصوا حبيت اوريكم الاوليفان اول او الاوليفان اللي هو زيت الزيتون. اوليفان اول بكام؟ 9 اورو. دي كنت قاعد بتفرج على التلفزيون من كام يوم لقيت ممثله بتشتكي ان زيت الزيتون في مصر الازازه دي ب1000 جنيه، هنا ب10 يورو، يعني تقريبا بنص الكلام اللي هي بتتكلمه. ده نوع تاني اهو ب6-7 يورو. في انواع على فكره كتير قوي من زيت الزيتون، حبيت برضو اقول لك عليه. ولكن بص بقى، الزيت اللي هو العادي ب 149 سنت، 149 سنت 1 لتر زيت عباد الشمس، زيت نظيف جدا. شوف بقى انت حسبها على بلدك يا باشا، يعني تقريبا ب 75 جنيه الازازه، تقريبا ب 75 جنيه في سعر النهارده. في نوع تاني هو اهو ده، بس مش كاتبين عليه سعر. لا ده هو الاخضر ده ارخص كمان. ده ب 159 سنت اللي هو عباد الشمس، افتكرت دلوقتي. وده اللي هو ابو غطا اخضر ده ب 149، يعني ده اقل منه 10 سنت، بس ده انضف في الاكل طبعا والقلي، لكن ده ممكن تستهلكه في شويه بطاطس، سمك، دجاج، لحمه، اي حاجه انت عاوزها اعملها. طبعا السوبر ماركت كبير جدا وانا بصور لكم اهو، والله المستعان. هنخرج بس اصبروا بس. دي القهوه اللي انا بشربها، القهوه البارده، ثمنها كام؟ 65 سنت. في حاجات اغلى في حاجات اغلى، ولكن انا حبيت اوري لكم القهوه بما اننا في اللي هو الدي مش ليدل. احنا في الدي مش ليدل. هنا في جبن ولحم خنزير، يعني ده لحم خنزير، ربنا يكفينا الشر. هنا تلاقي اي حاجه معجنات، اي حاجه، بص تلاقي كل حاجه، بس احترس وخلي بالك عشان في حاجات زي دي كده شبه دي، مش دي، دي بالمربى ماشي، لكن في حاجات تانية بالخنزير، لحم خنزير زي ده ممكن تقلق منه، ده تخلي بالك منه، تعرف الاول جواه ايه اللي هو متغطي ده، لان هنا عادي بالنسبه لهم لان هم بياكلوا الكلام ده. فعشان انت كمسلم ما تلاقيش نفسك لبست في الحيط حاجه زي كده، ابعد عنها. شايف اللي هو الحلقات دي لحم خنزير، فابعد عن الكلام ده. يعني كل حاجه زي كده ساده، كل حاجه زي كده ساده، كل حاجه زي كده ساده، ده برضو بيبقى فيه برضو لحم خنزير، فتخلي بالك. فهمت؟ صباح الفل. بصوا عشان احنا في اعياد الايام دي، بصوا بقى الانواع اللي هي الشمبانيا والحاجات دي، فابعد عن الجانب ده لو انت كنت مسلم وبتخاف من ربنا. هتلاقيهم كتير قوي بيعملوا عروض وبتاع، ابعد عن القصص دي يا ابني عشان ربنا يكرمك. فهمت يا غالي؟ اهو بص انا بوريكم، يعني تعالى بص هنا هتلاقي حاجات تانية خاصه بالمناديل ومش عارف ايه وبتاع، سكر، دقيق، والله يعني ده دقيق اللي جوه ده، ده سكر، ده سكر، ده سكر، ده دقيق. السكر هنا ب 149 زي ليدل، نفس السعر تقريبا. الدقيق ب 70 سنت اهو كاتبين عليه 55 سنت، كويس، هنا ارخص برضو. وانواع الشاي بقى، كل الانواع، كل الانواع. يلا عشان ايه انا ماشي، يلا بينا. نزلت اشتري شويه حاجات من السوبر ماركت، قلت اتمشى بقى واوريكم الاجواء بالليل عامله ازاي لو ان المطر دلوقتي بيمطر. ف نتمشى قبل ما نروح. الساعه على فكره دلوقتي والله ما تصدقوا الساعه 5:30، 5:30. تصور بصوا الليل عامل ازاي. ده الشتاء في الدول دي بيبقى النهار قصير جدا. يمكن كان في اوكرانيا كنت بصور لكم الحاجات دي، كنت بوريكم الليل بيجي بدري، ممكن الساعه 3 تلاقي الدنيا ليلت، بس المدينه بصوا منوره ازاي، بس المطر شد قوي. استنوا يهدى المطر ونكمل. افتكرت الشمسيه معايا، فالموضوع مش هيستنى بقى نفضل مستنيين في الشارع وكده، خلينا نمشي نفتح الشمسيه. يلا يا حلوه تك. صباح الفل، خلصت. ايه رايكم؟ سامعين الصوت عامل ازاي؟ يا عيني يا عيني يا عيني. صباح الفل. بصوا المطر غرقني غرقني والله، فوقفت هنا شويه اشرب سيجاره واتكلم معاكم واوريكم المنظر ورايا. ايه رايكم؟ يلا. شايفين بقى عامله ازاي؟ المهم انا عاوز اكلمكم على الالكا بي اللي هو رخصه القياده بتاعه العربيات النقل. رخصه القياده دي ممتازه جدا هنا في المانيا، اللي هي العربيات دي. شايف انا يعني قصدت ان انا اقف هنا عشان عارف ان في عربيات نقل كبيره هتعدي. ممكن تشتغل في شركات خاصه او عند ناس اللي هو
بيبقى عنده مشروع صغير وعنده عربيه نقل ومحتاج سواق، مرتبها كويس جدا. طيب بتاخد وقت قد ايه الالكافي في المانيا؟ بتاخد من 6 شهور لسنه دراسه. ياه، من 6 شهور لسنه دراسه. الالكافي بيبقى لها شروط خاصه، ان انت اصلا ما تكونش بتشرب، ما تكونش بتشرب حشيش مخدرات يعني، ما تكونش عندك امراض مزمنه. يعني الناس اللي هم عندهم امراض مزمنه صعب ان هم يشتغلوا في هذه المهنه او تطلع لهم الرخصه دي. في موانع كتيره قوي، ولكن في النهايه هم محتاجين هذا النوع من السائقين هنا في المانيا. اي حاجه تخص العربيات مطلوبه جدا جدا في المانيا. فلو انت عندك المقدره ان انت تشتغل في هذه الشغله، يا مرحب بيك، يا اهلا وسهلا. والرخصه دي على فكره بتتكلف تقريبا لحد 10,000 اورو على الشخص اللي بيعملها، وغالبا بتبقى شركات اللي هي بتاعه الاوتوبيسات اللي هي الدي بي او الفاك او فاك زي ما بيقولوها، هم اللي بيطلبوها عشان سائقين الاوتوبيس، سائقين الترام، سائقين اللي هو القطار، سائقين اللي هو المترو، بيبقوا محتاجينها او بيدوا لك الرخصه فيها او هم بيتحملوا تكاليف الرخصه. بس اهم حاجه يكون انت عندك المواصفات او مؤهل ان انت تاخد هذه الرخصه، فهمت؟ طبعا انا واقف، بصوا الجو مش عايز اقول لكم برد خالص، ولكن انا واقف بدردش معاكم. الجو بالليل هايل 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 هايل، والامطار بصراحه بتخلي الواحد يعني نفسيته ترتاح. طبعا زي ما انتم شايفين هناك اهو في الشارع دون، ده بدايه وسط البلد. بصوا الانوار منين، زي ما انتم شايفين على نص الشارع الاضاءه كتيره قوي، احتفالات اللي هي اعياد الميلاد اللي هي فيريان باينختن باللغه الالمانيه اعياد الميلاد او احتفال اعياد الميلاد او احتفالات اعياد الميلاد، فهمت؟ يعني دي حاجه برضو حبيت اقولها لكم في يومنا هذا. فبص ليهم معلقين زينه في كل حته، لان هم دوله مسيحيه زي ما انت عارف، فهم بيحتفلوا بكده. احنا كعرب ما بنحتفلش اللي هو اعياد راس السنه وما قبل اعياد راس السنه، لان احنا مسلمين، مش كل العرب بيحتفلوا بيها، وانا عربي وعارف ان مش كل العرب بيحتفلوا بيها. في بعض الناس بتحتفل، وفي ناس كتيرة ما بتحتفلش، بتقول لك ان دي يعني مش عاوز بقى اخش في قصص ماليش دعوه بيها، ولكن كل واحد ليه وجهه نظره يعني. بيقولها في تعليق عادي، اهلا وسهلا، لكن انا ما حدش يسالني عن رايي، رايي بحب احتفظ بيه لنفسي، فهمت يا نجم؟ صباح الفل. الجو طبعا رايق زي ما انتم شايفين، السكوتر ده كتير جدا في المدينه، ما حدش بيركبه دلوقتي لان الجو امطار وساعه، هيركب يبهدل نفسه؟ لا طبعا، الناس تختار لنفسها اللي هي الشيء اللي هو ما يبهدلهاش، في نفس الوقت بيريحوا نفسهم. يعني ممكن تلاقي في الاجواء دي الناس بيركب تاكسي وبيستغنوا عن ده، او بياخد عربيته انت خد بالك، او بيمشي زي الناس اللي ماشيه دي وانا في الشارع عادي، طالما الموضوع جنب البيت. وعلى فكره بيتي قريب جدا من هنا، المكان ده اللي انا دايما بقعد فيه، في كافيه هنا ورا الصيدليه البتاع دي، البنزينه دي، معلش صيدليه ايه يا عم، صيدليه ايه يا عم الحاج، ورا كده في مكان ظريف قوي بقعد فيه انا واصدقائي، يعني كل لما يبقى فيه وقت عندنا نتلاقى ونتقابل. وبعدي على المعرض ده لانه الاتجاه دون سكه الاكاديميه اللي انا كنت بدرس فيها سابقا، اما نشوف هندرس فين في الوقت الحالي، والله المستعان. بصوا العربيات جميله ازاي، عربيات بحالتها تحس ان هي جديده، هي مستعمله وموديلات قديمه على فكره، مش موديل السنه يعني، هتلاقي موديل 21، موديل 2015، 16، 17، زي ما انت عاوز بقى تلاقي، انت خد بالك. الناس هنا اهم حاجه ان العربيه ما يكونش متبهدله. حتى كمان العجل ده صوره، انا ليا 600 دقيقه مجانا كل شهر، والله ما بستخدمهم، لان انا عندي العجله راكنها، اركب دراجه بهدل نفسي، 600 دقيقه ممكن يكفوك طول الشهر مستريح، تروح بيها مشوار هنا واخد بالك. بس بصراحه يعني الاجواء ما تستحملش دراجات، انا راكن الدراجه بتاعتي لدرجه ان انا شلت البطاريه طلعتها البيت وخلاص، خزنتها على كده وكفنتها زي ما بيقولوا. يعني لو في مجال في اخر الفيديو هبقى اصور لكم حته وانا طالع، هوريكم الدراجه متكفنه ازاي. انا شاريلها اللي هو الغطا بتاعها دون لونه فضي، شاريه السنه اللي فاتت، فجيت من حوالي جي شهر تقريبا رحت ايه مكفنها. اتكلمكم بجد، والايام بتعدي وانتم ناس زي العسل. قول لي رايك في الاجواء دي، وانا مش عاوز اطول عليكم اكتر من كده،
يبقى فيديو قصير مكير وايه ما اتكلمناش في حاجة اهو. يلا اشوفكم على خير، صباحكم عسل، صباحكم جميل، صباحكم كله رزق وخير وحلويات. يلا يا حاج، السلام عليكم.